في ظل ما نعيشها اليوم من صخب للتحولات المتسارعة التي انعكست على نظامنا الحياتي، لابد من صون التراث الموسيقي والحفاظ على استمراريته، لأنه جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية ومحرك لمكامن الرقي والجمال في داخلنا، وذلك من أجل نظرة جمالية للكون والإنسان. وللحديث بقية، أهلا بكم. مشاهدينا، تتميز الموسيقى المغربية بزخم تراثي متوارث عبر الأجيال، إلا أن الشباب اليوم أصبح منشغلا أكثر بعولمة ثقافية أبعدته نوعا ما عن إرثه وتراثه الموسيقي. لكن في المقابل هناك أفكار ومشاريع قيمة ونوايا طيبة، هدفها تأطير الأجيال الصاعدة وخلق جسور ثابتة ودائمة بينهم وبين هويتهم الثقافية المتجذرة عبر التاريخ. للتعرف أو للتقرب أكثر من الآليات المتبعة في التلقين والتأطير، يسعدنا أن يكون معنا اليوم الفنان سعيد بالقاضي، رئيس جمعية رياض طرب للموسيقى والسماع الصوفي. أهلا بك سي سعيد. مرحبا سيدي حسام، ومرحبا بمشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بك. أيضا يسرنا أن يرافقنا في هذا الحوار مستشار البرنامج الدكتور أحمد دافري. سي أحمد، أهلا وسهلا بك. شكرا لك أستاذ حسام. أهلا وسهلا بكما. إذن حديثنا اليوم عن كيفية الحفاظ على ذاك الرابط ما بين الموسيقى التراثية والأجيال الصاعدة، وفي هذا الإطار نبدأ الحوار سي سعيد ودكتور أحمد، بعيدا عن لغة الخشب وعلى بساط أحمدي. نعم. يعني أنت من بين الفنانين الذين يعملون يعني بدون كلل على ترسيخ وتكريس الهوية الموسيقية المغربية من خلال تلقين الألوان الموسيقية التراثية للأجيال الصاعدة. بداية سي سعيد، حبذا لو تعطينا ولو فكرة وجيزة عن مشروعك الفني هذا. المشروع الفني الجمالي الذي نقوم به هو تأطير وتلقين الفن التراثي القديم المغربي الأصيل الذي عرفه أجدادنا، والذي كان كل مغربي يفتخر به، وللأسف حاليا بدأنا نرى اندثارا ونسيانا نوعا ما لهذا التراث. فجمعيتنا قامت بمجموعة من المجهودات من أجل المحافظة عليه، وذلك بإعطاء دروس خاصة في هذا التراث أو الموروث الجمالي، والحمد لله عرفنا إقبالا جميلا جدا من طرف كل المولعين من الأسر ومن فئات عمرية مختلفة، وليس فقط في مدينة طنجة، وإنما الفتح وفي مدينة طنجة الحمد لله أكثر من 230 شخص، يعني بين الأطفال والشباب وحتى الشيوخ. نعم. نساء فئات ورجال، فئات عمرية يعني مختلفة. وهذا يعني يعطي
انطباعا جيدا بالنسبة لنا لكي نتشجع إن شاء الله في السنوات القادمة لننفتح على أكبر شريحة ممكنة. والحمد لله كنا فقط في طنجة والحمد لله نعمل أيضا في مدن أخرى. طيب يعني طرق التلقين تعتمد على تلقين أصول اللون الموسيقي التراثي لكن من خلال المزج ما بين المدرسة القديمة وبين الطريقة الأكاديمية. نعم هي المدرسة القديمة هي الأصل المدرسة والتي تسمى المدرسة الزوياتية بمعنى أنها المدرسة المستمدة من مشايخ الزوايا الذين هم الأساس في هذا الفن. فنلقن الطريقة القديمة كما تعلمناها لكن في نفس الوقت هناك أسلوب يعني يحبب الشباب ويحبب المستمع. يعني عندما نقول الطريقة الأكاديمية بمعنى أننا نغني في نفس الوقت هناك صوامت هناك جمل بين جملة وجملة هناك صمت ليس هناك ضجيج في الغناء بمعنى هناك مدرسة خاصة في طريقة التلقين. نعم أولا أنا أعتز بكل الإنتاجات الفنية والمشاريع الجمالية البهية التي تقدمها جمعيتكم وبخصوص الأستاذ سعيد الفنان الغني عن التعريف. أنا ما أثرني الآن وهو يتحدث في الموضوع هو مسألة محاربة هذا التراث عبر مراحل معينة من التاريخ في الوقت الذي ربما أنا أرى فيه بأن الأمر لا يتعلق بمحاربة أو بمحاولة اجتتات أو يعني هجوم معين بقدر ما الأمر يتعلق بضائقة فنية معينة ربما تعكس مرحلة معينة من المراحل تعكس هذا الواقع ربما تعكس وتعكس لا. مرحلة من المراحل بحكم أن التراث حتى وإنه كان من الضروري أن نحافظ عليه وأن نعتبره هو الأساس فإنه من الضروري أن تأتي مرحلة من المراحل أن نعيد فيه النظر أن نتعامل معه بنظرة جديدية برؤية أخرى قد ندخل إليه أشياء اللي هي وليدة تفكير آني حتى لا نبقى ملتصقين فقط بعنصر هو كان هو الأساس هو البناء. ما رأيك سي سعيد؟ لكي أفسر الأستاذ سيدي أحمد لأننا إذا رجعنا في التاريخ ستقوم الزاوية باحتضان الموسيقى الأندلسية وإبدال شعر الغزل بشعر المديح النبوي والآلات التي تم حرقها أغلبها إبدالها بأسمى آلة وهي الصوت البشري الجميل وتركوا الآلات الإيقاعية وبهذه الطريقة الذكية قامت الزاوية باحتضان الموسيقى الأندلسية لأكثر من قرن ونصف. هذه مسألة تاريخية ثابتة. ف حاليا عندما نتكلم عن السامع الصوفي والموسيقى الأندلسية نحن نتكلم عن مدرسة مغربية أصيلة احتضنتها الزاوية. طيب الآن سنتوقف عن الكلام قليلا سنكمل هذا الحوار غناء وعزفا. سي سعيد مرحبا. ستتحفنا بإحدى الوصلات الموسيقية ديالك. بكل فرح بكل فرح. تسعر
وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا من ابغى وصان حبيبو افنى تشوف نور الحضرة وارقى على الكوان تصيب يغنيك عنهم بالنظرة سعيد. ما أجمل يعني هذه الوصلة، كلمة لحنا ومعنى أيضا وأداء كذلك وأداء نعم. يعني ما أحوج الأجيال الصاعدة اليوم دكتور أحمد يعني لتأطير سليم وصحيح لضمان استمرارية هذا الفن الجميل؟ نعم، وأنا كنت سأتساءل كذلك نعم. معك في هذا الإطار مع الفنان سي سعيد بخصوص أن هذه الموسيقى اللي هي إرث عريق حضاري نعتز ونفتخر به، يعني هل تعتقدون أنكم تقومون بواجبكم حقيقة على مستوى صيانته، الحفاظ عليه وكذلك نشره حتى يصبح قادرا على إثارة إعجاب جيل يتعرض إلى موجات أخرى من فنون وأشكال غنائية أجنبية؟ نعم، في الحقيقة سيدي أحمد نحن نقوم بما علينا القيام به. أولا نؤطر، نجتهد، نأتي بالدور النفيسة، يعني كما يقال في الزوايا خبايا، نأتي بما تعلمناه عن مشايخنا ونلقنه للأجيال، لكن يد واحدة لا تصفق. أنا ومجموعة من أهل الفن نقوم بما علينا القيام به، لكن هناك مؤسسات يجب عليها أن تدعم مثل هذه الأنشطة ماديا ومعنويا، لأن مثل هذه الأنشطة مكلفة. كيف ذلك؟ هو مثلا ما نقوم به نؤديه في مهرجان كبير أو حفل كبير بحيث أن الجمهور يحضر ويرى تلك الحلة التي اجتهدنا وقمنا بعمل جبار من أجل خلقها ووضعها في 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 حفل البهيج. مثل هذه الأمور لكي يعني تنجح يجب عليها أن تدعم من طرف مجموعة من المؤسسات المغربية. أما نحن كفنانين نرى أنفسنا نقوم
بما علينا به، هذا هو طيب. ما يمكن نقوله. طيب تعقيبا على هذا الموضوع، يعني نسمع اليوم سي سعيد عن وجود مؤطرين كثر يقومون بتعليم وتلقين هذا الفن للأجيال الصاعدة. نعم. يعني وهنا لابد أن نتساءل عن الشروط التي يجب أن تتوفر لدى هؤلاء المؤطرين لتأدية مهمتهم على أحسن وجه. هذا إشكال كبير سيدي حسام، وقد طرحت سؤالا جيدا يطرح إشكالا كبيرا، هل كل المؤطرين تتوفر فيهم الشروط؟ وهذا هو السؤال. هذا سؤال خطير جدا. نعم. وللأسف ليست هناك رقابة على مثل هذه الأمور، بمعنى أن الجمهور الذي يريد الانخراط في مثل هذه الدروس لا يعرف شيئا عن الفن الحقيقي مثلا، وهو نعم. محب ومعجب بمجموعة من الأمور، معجب بالنغم، لكن ذاك المؤطر هل تتوفر فيه الشروط العلمية والفنية والأدبية كي يعني يلقن هذا الفن؟ هذا إشكال كبير حقيقة. هناك بدأنا نعرف أن هناك مجموعة من الأسماء التي كلما أتى موسم الخريف إلا تجد مجموعة من الإشهارات التي تقول دروس خاصة في الموسيقى الأندلسية، دروس خاصة في السماع الصوفي، ومجموعة منهم أعرفهم جيدا لا تتوفر فيهم شروط التلقين. طيب لا توجد هناك رقابة أو جهات مختصة تراقب هؤلاء؟ ليست هناك رقابة، هناك جمعيات. نعم. كل يعني أنتم تعرفون أنه في المغرب كل شخص بإمكانه أن يخلق جمعية جديدة وينشئها ويقوم بالأنشطة، وهذا أمر خطير جدا. لماذا؟ لأن مثلا هناك أشخاص يدعون أنهم يلقنون فنون السماع والموسيقى الأندلسية، وأنا أعرفهم جيدا، لا يتوفر فيهم أدنى شرط وأدنى يعني الشروط البسيطة في التلقين غير موجودة، وهذا خطر. نعم. على 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 هذا الفن بالتأكيد. وأتمنى نعم. كما قلت سيدي حسام نعم. أن تكون هناك لجنة فنية تتابع هذه الأمور. نعم. وإلا فهو نعم. في ضياع. نعم، هو في هذا الإطار، أنه كما تعرف تعلم بأنه في إطار حرية ديال التعبير والإبداع والحق في ممارسة الهواية والشغف، هناك ظاهرة الحرية العامة 1958 الذي يسمح لك. يسمح نعم. هذا يسمح لا لكن لا يدخل في الفن. لا 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 الفن لا الفن لا ممارسة لا ممارسة لا نعم لكن تلقين لا ممارسة تلقين لا في أبدا. إطار ممارسة، وفي إطار الممارسة يمكن للجمعيات أن تستعين ببعض الذين تراهم بأنهم لديهم هذه القدرة على التأطير، قد ربما يحدث هذا المشكل. لكن أنا بالنسبة إلي أنا ليس هذا أمرا خطيرا جدا لسبب بسيط، هو أن اللهم أن تكون هناك لدينا جمعية على الأقل لديها هذا النزوع نحو تربية النشئ على الشغف بموسيقى، وكل ما يمكن أن يرتكب من أخطاء يمكن أن يناقش لا لكن في إطار. أستاذ سيدي أحمد تفضل. فقط من أجل التعقيب، إن كانت تلقين في كله أغلاط وأخطاء فمن الصعب أن تصحح بعد ذلك ما يسمى بالصنعة أو الأدوار. نعم. نحن نرى أن هذا ليس فني أنا فقط كسعيد بالقاضي ولا أستاذ حسام ولا سيدي أحمد، بل هو لكل المغاربة، وهو في يعني أمانة في أعناقنا. أنا أرى كل من يجب أن يؤطر هذا الفن هو كما نرى بما أنه فن مقدس يجب أن تتوفر فيه الشروط. اسمح لي أن أبوح لك وأنا لا ألقي الكلام على عوانه، أنني التقيت في مناسبات وفي جلسات مع بعض المتخصصين نعم. في مجال التلقين والغناء والطرب الآلة، وهم يتحدثون عن بعضهم على أساس أن كل واحد يعتقد أن هو الذي لديه هذه الملكة وهذه القدرة على الإبداع وعلى التلقين، وأن الآخر لا يفهم نعم. في شيء نعم. أنا أعتقد بأن مثل هذه الأمور ربما نحتاج إلى إعادة النظر فيها، حتى يمكن أن يكون هناك نوع من التضامن والتآزر صحيح. في إطار بناء نعم. مشروع مستقبلي قادر على أن يجعل وهذه هي المنظومة الفنية المتكاملة والناجحة، أنه نعم. يجب أن تكون هناك جهات مختلفة أن تكون غيورة على مصلحة هذا الفن لإعطاء في الأخير هذا الطبق الرئيسي. قبل أن نواصل الحديث ولم يبقى كثيرا، ستتحفنا بوصلة غنائية هذه المرة بصوتك سي سعيد. دون أعلى كما أحسن كما تريد. ولديه صوت في منتهى الجمال أحتاج الميكروفون طبيعة الحال.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يفنى العبد ويبقى الله. أتت في الدجى كي لا يراها رقيبها ويخلص من شري لوشاة حبيبها. فنما بها إشراق نور جمالها وأخبار عنها إذ تضوى طيبها. فوالله لا يخلو بها غير عاشقين رقيق المعاني في الأمور لبيبها. فنفى عبدات في موضع الوصل وحدها ولما يكون شيء هناك يريبها. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك سي سعيد، يعني لا يمكن ان تسمع هذه استاذ دون ان تؤثر في الاخر. يعني نصل الان الى فقرتنا الاخيره سي سعيد، وهي عباره عن مجموعه من الكلمات تحتاج الى اجوبه محدده ومختصره. مرحبا. طيب باختصار يعني وفي الصميم، ما هو سر هذا الشغف باللون التراثي من قبل سي سعيد؟ لانه يدل على الهويه المغربيه العريقه. طيب من هو أكثر شخص كان له الفضل في مسارك الفني؟ هناك أشخاص كثر، ولكن منهم على رأسهم سيدي عبد الحميد الحنوط من الأساتذة ديالي. موسيقى الآلة هي بصحة جيدة اليوم؟ بصحة جيدة إن عرفنا كيف نؤطرها. طيب ما هذه العلاقة مع الزي التقليدي المغربي اليوم؟ هذا يدل على الجمال المغربي. وأنا كنت سأسأله وأقول له نعم. هل من الضروري أن يكون طرب الآلة بهذا البهاء كما نعم. سمعناه نعم. مرتبطا بهذا اللباس نعم. الجميل؟ هل من ضروري؟ وهذا خطأ، يعني سقط فيه بعض الجيران، أبدلوا الزي التقليدي الجميل بالزي الغربي، فكان نوعا ما أفقاده نسبة من الروحانية. نعم، بمعنى أن هذا اللون مرتبط كذلك بطقوس خاصة في اللباس. نعم. نعم. طيب في الأخير، ما هي المعادلة المثلى للمصالحة مع الذات سي سعيد؟ هو أن يكون الإنسان معترفا بأخطائه. هذا هو المصالحة، أن يعترف الإنسان بأخطائه ويصلحها بالطريقة الصحيحة. طيب وكلمة أو كلمات معدودة للجيل التواق للون التراثي الموسيقي. رسالتي إلى كل من سيأتي بعدنا أن يعرف قيمة التراث، لأنه بلا تراث ليست هناك هوية مغربية. هل سمحت نعم. تتسامحون مع بعض الشباب الذين ربما يعجبهم هذا التراث لكن يريدون أن يضيفوا إليه بعض الأمور الجديدة؟ تجديد يعني الإضافة تجديد. دون علم لا تنفع في شيء، وإن كانوا على علم.
إن كانوا على علم فلن يضيفوا إلا بخجل. يعني أنه قار وثابت غير خاضع لأن يتطور. من الصعب، لا، هو في تطوره في قدمه. وترحبون بأي شيء جديد ربما يضيف في التطوير إضافة. هناك إضافة مثلا كان الإيقاع قديما كان نوعا ما بطيئا، صار في 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 تسارع وسرعة، وهذا جيد، لكن جماليته في قدمه. ونتمنى ذلك. دهمنا الوقت والموضوع يستحق أكثر من هذا الوقت وأكثر من حلقة. الفنان سعيد بلقاضي، شكرا جزيلا لك. شكرا، نتمنى لك كل التوفيق في مهامك سواء على خشبة المسرح أو وراء الكاميرا أو حتى في مشاريعك الفنية. شكرا لك على هذا البرنامج الرائع والشيق، وشكرا للمشاهدين الكرام ولسيدي أحمد الباحث. والشكر موصول أيضا للدكتور أحمد الدفري. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، لضمان استمرارية الألوان الموسيقية التراثية لابد من عمل دؤوب يخضع لمعايير مهنية عالية، خاصة وأن الأمر يتعلق بتكوين وتأطير وتوجيه جيل من الشباب تواق لهوية تكرس تلك القيم والمبادئ الإنسانية التي تجعله مختلفا ومتميزا. وما أحوج الوطن اليوم لجيل صاعد واعد يتقن فن النجاح والتميز. تحية لكم وإلى اللقاء.